الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله دكتور وشاكرين لك هذه المداخله. وارحب ايضا بالحضور جميعا، وما اقدر يعني اتغافل عن الروميت اللي كانوا وياي في المنتخب، محمد كرم حبيبي. ترى محمد كرم مو قاعد يسمعك الظاهر، قربت ساعه نومته محمد كرم. يسلم عليك بصفه خاصه. هلا ابو علي. هلا والله الاستاذ الكبير جاسم اشكناني ايضا يعني يقول كان معانا مصاحبنا في كاس العالم ودوره الخليج السادسه، وسوى مقابله وياي اتذكر، بس كان شعره يعني حالك السواد صار شعره ابيض. للحين والحضور كلهم على راسي يعني الحقيقه. حياك الله دكتور. ما نبي نطيل عليك، لكن الموضوع مفصلي وموضوع مباشر. نتحدث عن احاله لجنه الاستئناف الموضوع الى لجنه المسابقات، ومن ثم لجنه المسابقات طلبت التوضيح والتفسير للمواد. قيل ان احاله الموضوع بالمادتين للجنه الاستئناف، من لجنه الاستئناف الى لجنه المسابقات، وكان توجيه الى قرار معين. نعم. لا طبعا هذا. الو تفضل. تفضل. الو تفضل. نعم. تفضل دكتور. طبعا هذا الكلام يعني مو دقيق الحقيقه، لان انا لما حلت للمادتين هذا الحقيقه كان من خلال قاعد اشرح دفاع نادي العربي وايضا دفاع نادي السالميه. يعني انا كقاضي او كرئيس لجنه او احنا كلجنه استئناف نعتبر كاننا قضاه. صحيح. فاحنا لما نتصدى للقرار ونبدا نحط نتيجتنا لابد ان نقول المشتكي او المستانف هذا شنو استند اليه. فهو طبعا استند الى مواد، لذلك انا اشرت الى المواد فقط اشاره من خلال التمسك اللي تمسك فيه نادي السالميه او نادي العربي. والاستاذ خالد راح يكون قدامه موجود عند الطعن امامه سواء كان مال نادي العربي ولا نادي السالميه شارحين المواد بالتفصيل وحاطين تحتها خط. وبالتالي انا يعني لما اولا انا مالي حد اني انا الزم لجنه المسابقات واعطي رايي فيها واقول له لازم تطبق هالمدي. انا قاعد اقول ان المستأنف تمسك بهالمواد وحطيتها امامه فقط. لكن انا لو انا ابي اتمسك في ماده اسوي مثل ما سويت الماده 7 الفقره 6، احطها انط عليها واحط تحتها خط واقول الاحتجاجات من اختصاص لجنه المسابقات. اللي طبعا الموضوع صار شنو، انهم احالوا امين السب احال بكتاب واحد الى لجنه الانضباط والى لجنه المسابقات بنفس الوقت. الحقيقه ان لجنه الانضباط مو مختصه، لذلك انا لما يطالبوني يقولوا لي انت ليش ما فصلت، اقول لهم انا قاعد اعيب على لجنه الانضباط ليش هي تصدت للاحتجاجات، هي مختصه بالشكوى فقط وليس بالاحتجاجات. وفي نفس الوقت ما قدرت ان انا اعول على لجنه المسابقات لانه هو ايضا احتجاج، فما يصير انا اعيب على الناس واسوي نفس الخطا، فلا بد ان احيل الى لجنه المسابقات هي اللي تثبت بالاحتجاج، وخصوصا ولا سيما ان لجنه المسابقات مع الاسف الشديد يعني في القرار الاول ما بثت بالاحتجاج، ما قالت نعم او لا، ارفض ولا لا ارفض، بينما في المره الثانيه توضح الامر الان. يعني لو استاذ خالد الله يحفظه لو من البدايه طالع القرار بهذه الصوره انه والله رفض الاحتجاج، وصلنا الى رفض الاحتجاج، كان فعلا ايضا احنا اختصرنا وقت كبير، وكان خذت المساله ممكن ان احد الانديه يروح يدفع رسوم للشكوى ويتقدم كشكوى يروح لجنه الانضباط وبعدين بعدها الاستئناف. هذا اللي يتم طال عمرك. يعني تشوف الكتاب التاخير من خالد من لا التاخير مو من التاخير. يعني شوف التاخير له سببين. السبب الاولاني القرار اللي طلع من لجنه المسابقات ما بس في الاحتجاج، ما قال مرفوض ولا مقبول، هذا رقم واحد. رقم اثنين انا الحين استاذ خالد ريحني لما قال ان التاخير اللي صار كان من المستشارين، لان انا فعلا تاذيت واستئت من ان استئناف النادي العربي يوصل يوم 24، ما وصلنا احنا ليوم 28. ويانا يعني بالحاح منا احنا قاعد نقول يا جماعه الناس قاعد تنطر الناس كذا، وين الاستئنافات؟ قاعد اسال عنها يوميا انا. زين ما وصلنا ليوم 28 استئنافين مع بعض. ومع ذلك حكمنا بالاستئناف مال النادي العربي يوم 29، يوم 30 حكمنا باستئناف نادي السالميه.
وانا وفي ناس ايضا كانت تحط علامات استفهام مع الاسف الشديد، يعني قاعد يعني المفروض ان هم يبتعدون عن الام هذه، لان احنا لما ارتضينا نصير في لجنه الاستئناف الواحد يراعي ربه قبل اي احد. يعني احنا مو معقول ان الواحد يبيع ذمته وضميره علشان والله اي بسرعه، ليش ايش حق اجتمعوا بسرعه وردوا على استفسارات لجنه المسابقات. طبعا لان احنا نبي الامور تكون تصير سلاسه، نبي فعلا الدوري يمشي بهدوء، نبي نحقق رغبه صاحب السمو، نبي الاتحاد يمشي، ونبي احنا قاعد ايضا نمشي على يعني خطين متوازيين على 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 الدوري وعلى رفع الايقاف، لان نهار الان شغلنا هكذا. واضح دكتور، واضح. انا شاكر لك هذه المداخله دكتور عادل، شكرا لك. سلم على ابو صغير. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور.